ناصر العياري مواطن مدينة نابل. نهار 8 نوفمبر ما ثلاثة بالسبت نهار ما ننساهش لمدى الحياة، نقعد عمري كامل في مدينة وليغة ما ننساهش النهار. ماشي أنا وخطيبتي على الموتور نحضروا في لوازم عرس اللي هي تو ولات مرتي وعرست أنا بها، نقضيو في أمور عرس، في أمور حوايج عرس باش عرس وكذا. عرضتني كلمة شرطة العدلية اللي هما فهمتني ولا عون اسمه أشرف وأحمد وحافظ جنان، حافظ جنان. كي عرضوني ما قالوليش أقف، عرضوني أنا تعديت بجنبهم، عرضو عملوا لي قصة دولة من بوق أخرى ولا كيفاش، وطلعوا لي فرطلة أقف فهمتني ولا كذا وكذا منك وسمعني كلام ما نجيبش نعاود وأنا ما نجيبش نقولو. يمشي عدينا تلبثت ندهت الموتور ما وقفتلوش. قاعد نفيق جي حكيت ربع ساعة وأنا ندور فهمت ولا نفيق، بكلم شرطة عدلية تحصرني ويهبطوا لي فهمت ولا ثلاثة عويان بالعصي أنا ومرتي فهمتني ولا لا، يهبطوا لي بالعصي ويضربوني فهمتني على راسي وعلى ظهري وعلى ساقي فهمتني ولا، ويحطوا لي مينوت في ظهري من تالي كأني فهمتني ولا لا. أنا قلت في بالي مورت ولا في بالي درج ثمة ولا في بالي درج عني، قتلوني ضربوني على ساقي لين تقسمت ساقين، كل مرة اللي داخل يضرب اللي خارج يضرب، محطوط في باب البير نتاع البحار بالذبت، اللي داخل طرف في مشطة في فمي واللي داخل يعطيني كف واللي داخل يدزني وانا على وجهي هكاك ممدود فهمتني، ومينوت في ظهري من تالي ومريولي فهمتني ولا مقطعنهولي من فوق مني، وبدني الكل ازرق من تالي في ظهري وصدري ووجهي وتخبيشات وجوجمت في راسي. يهزوني للسبيطار يقيدوني جماعة شكل ما تلاقى نتاع العشية، يهزوني جيت 8 نتاع الليل للسبيطار لان نطيش ونحمل في الوجيع ونعيط، ومن بعد يعرفوني الساقي اتكسرت يجيوني فهمتني ولا لا، شو يقولوا لي؟ يقولوا لي يا فهمتني هذا ابو زمان واو كسكروت فهمتني ولا لا، ونصر يا الغالب رانا فهمتني ولا لا غلطنا ورانا كذا وكذا، تو نداويوك وتو كذا وتو كذا. يهزوني للسبيطار طيب كذا وكذا، وهي فهمتني كل مره يجيني عاون يقول لي اسمع كي طلعت لاباس قسمنا بربي لما مازال كاف ودرا شنو ومازال فهمتني ولا لا عذاب نحن، هذيك حكايه فاخره ومازال عذاب نحن يقولوا لي ودرا شنو. من بعد يجي طبيب يقول هذا راه ساقي مقسومه راه يلزموا عمليه، يطيشوني في السبيطار غاديك ويعسوا عليا ثلاثة أيام، أنا ساقي مكسورة كبير، يجي يقول لهم هذايا راهو ساقي مكسورة مقسومة على زوز ساق، راهو يلزموا عملية ويلزموا حديد، ويحطوا لي زوز مينوتات مينوت منه ومينوت منه وأنا في الفرش وساقي مقسومة. إرهابي أنا الأخي دي بلاد اللي مطلوب عند العالم الكل كان يشد ما يعملوش هكاك، ساقي مقسومة على زوز، ساقي الزوز هذوما الزوز مقسومة فهمتني ولا تدلدل. فهمتني وجبس حتى هو حطوا لي الطبيب ومكاري منه ومنه، معناها تصدق حتى الماء كيجي نشرب فهمتني الا ما امي ولا اخواتي البنات لحظه غاديك زوز عوالي يعصوا عليا منه ولا منه ما نعيش عارف، انا مسجل خطر ولا غير مرغوب بيه في تونس جنة غير مرغوب فيه تنخرج فهمتني. نقول له يحكيوا على الدوله، يحكيوا على الدوله ذوما حاكم اليوم يخدموا في الحاكم، انا يحكيوا على الدوله. قلت له انا راه ثم راه شكون في الدوله يحكم فيك، يقول لي كذا وكذا ومنكم الدوله ومن اللي يحكم فيه ونعمل لك ونعمل لك فهمتني؟ فماش رئيس دولة يحكم فيهم، إذا هذا رئيس دولة يعلم نتصور أن رئيس دولة ما يعلمش بالحكاية هذه الجملة، ما يعلمش بها الجملة رئيس دولة وزير داخلية ما يعلمش الجملة، ناس تخدم، ناس تعمل في القضايا، ما يلقاوش الناس اللي عملت القضايا، دوسيات راخدة عندهم أي إنسان يتشد غير مرغوب فيه ولا حتى ياكل هو، حتى أنهم ياكل هو، حتى أنهم يفدوا منه كهو يلفقوهم له هو القضايا، عندهم 20 30 قضية يجبدوا لك أربع خمسة قضايا يلفقوهم للعباد ما عملتش. نحكي له أنا رئيس دولة نحب نحكي له. ما رئيس دولة عندي حق فيه الصورة، رئيس دولة كان يسمعني أنا قسم مني بربي ما يطلبوه يقابلني ولا ما وافق على باش يقابلني، أنا بكل جمهورية أنا نطب له ونقول له نحب نشكي هاججني فهمني، ما عنديش حق بها الدولة هذه نخرج منها نخرج منها نورمال، أعطيني أعمل لي أوراق تو نخرج ما عادش نجي هالجملة زاد مين لا أعرف متأكد اللي رئيس دولة ما يعلمش اللي فهمتي ولا ليه ثم حاكم راهو في نابل يطلب في العبيد ويتعدى على العبيد وما يقدروش لا كبير لا صغير. انا عمري ليا ثلاث ايام بالحاكم بالمينوتات وبالواحد، ومن بعد يجيني واحد يبوسني من هنا يقول لي يوم بروك كي طلعت خطيك ومظلوم ونمشي، من بعد كي نجي مش نخرج من السبيطار الطبيب عطاني ترخيص باش نخرج، قالوا لي ليه ما تخرج لك ما تخلص فهمتني ولا 800 ودرا قداش فلوس. ما ثماش قضية من بعد، من ثم حتى جاي حاكم كان يعس عليا بالمينوتات وبالواحد، كي عرفوا روحه من يوم مش يداويوني درجة خلوني ما بواحد. فهمني مش يداويوني وأنا بريء، أنا كان داويوني حتى داويوني كهو قسم منا بربي اللي هي أمي، نقول غلطة صارت ولا غلط ولا شنو، تضربني تعيشني في السبيطار غادي، تو خرج في كمبيالات، أنا عندي تو شهرين ما رجعتش كنترول، ما عنديش باش ندير الكنترول. وبلا غير يهزوني للسبيطار ويتوشوني ويقعدوا ثلاث ايام يعصوا عليا، وبعد يجيني يعاون يقول لي خويا مبروك هاك طلعت ما عندك شيء فهمتني ولا لا، وش انا باش ناخذ وانا باش ناخذ نحب نعرف الضرر بتاعك قديش،
تبيعني يقول لي برا المركز الشرطه، مركز الشرطه نمشي له يهججني، يقول لي برا المركز الاخر، المركز الاخر يقول لي مركز، ومن بعد شو ولاو يعملوا لي كيفاش ولاو يتفاوضوا معايا، يبعثوا لي فما الديوانيه شرطه المرور. اجي اخويا سيب عليك وجا نعملوا لك حادث مرور فما الديوانيه، جي نعملوا لك حادث مرور قال لي تاخذ سيرونس تاخذ فلوس. فهمتني؟ ضرب تخيس انا باش نشوف الضرب نتاعي قداش، نشوف روحي شنيا ما زلت نجم نخدم انا ولا ما نخدمش، ما زلت عندي حق نجم نمشي عليها الساقي ما نمشيش، انا نديرها طبلا من بعد ما طبلاش يبعثوني من مركز لمركز. ما عندي شاهد، ولاد مسكين جاني للسبيطار وحده ما نعرفوش، جاني وحده للسبيطار يجري، قال لي اخويا راني حضرت كيفاش يضربوا فيا، قال لي قسما بربي عزيت فيا. ومرتي اللي هي كانت خطيبتي في البطل ذيك الحضر انا زاد موجود انا تشوف حتى في المركز تحكي لك كيفاش، ولا هذا ما تعرفش قالوا لها متسطر عليه انت اشرف واحمد وحافظ جنان ما ننساهمش الى المدى الحياه، ووجوها مطلعها ما بين 3000 يخدهم لي حتى يهزوني حتى الكلام ابيه يمكن يطلعوا نعرف هذاك يقول هذاك اشرف انا صدمنا فيه اشرف ما نعرفش اش عنده هذا يحطوا له المسنات ورا ظهره وهبطوا عليه بالعصيب المطرك على ظهره وعلى راسه دقدقوه واشرف خاصة أشرف هذيك عمري ما ريت إنسان كيف أنا ذيك كأنه يعني قتل له أخته ولا أمه ولا أبوه ما فهمتش ناقم عليه نقمة مش نورمال حسيله. وفوق من هذا بعد ما عطوا المسنود ودقدقوه في الكياس والناس الكل تتفرج حطوه في الكهرباء وزاد بركوا عليه في وسط الكهرباء وأنا بجنبه هما يضربوا فيه بالبوني على فمه. ومن بعد هزوا للمركز مطيش وسط المركز أشرف يضرب فيه حافظ يضرب والآخر اسمه وأحمد. هذه يقولوا من اوسيقي مكسوره وتشع فيه يقولوا لي يزيز بلاك بوك اشرف قالوا ناس عاود يسيق ويضرب والله يعيط يبكي بالدموع. وهو ملوح في وسط المركز في برا فتبيع اللي يجي يضرب لي. ومن بعد انا قاعده هزوا هذا ما عرفش العالم الكل شافوا العالم الكل قدام الناس الناس الكل شافوه. اش شافوا؟ شافوا لي ثلاثه من الناس ثلاثه حاكم هابطين عليهم تاع العدليه بالمطرقة كذا وفي على راسه وعلى ساقيه وعلى بدنه الكل ما خلوه فيه حتى شيء. مش قصر بدك تقول هيلو ساقي على ثلاثة. يجيبوني في الكهرباء من المركز ومينوت بيدي ويجيبوا لي ويخلط عليه بحث يجي يقولوا لحظة لحظة وأنا في الكهرباء ويجيبوا لي يدي من تاني يدي محطوطة لتاني ويحطوا لي ستيلو فهمت يقولوا لي هذا باش يصححوا لي ما نعرفش شنو ما حاضر يصححوا لي فيهم. وديجا كان محضر ومازال عندهم تو شوف التصحات كيفاش كيفاش كل واحدة كيفاش محطوطة كل تخبيش كيفاش يعني يدي في ظهري مينوت في ظهري من تاني مينوت في ظهري من تاني ويحطوا لي في ستيلو وضرب باش يصححوا لي ما عندي شهرين وشهرين وشهر ونص. ركحنا ستة شهور وشهرين وشهر ونص ما خدام انا هذوما تو سيرتيفيكا ميديكال فهمتني كل ما كلم الطبيب نقول له اعطيني باش نحاسب الراجل اللي نخدم معاه يمد لي شهرين وشهرين وشهر ونص انا هذوما فما الديوانيه باش باش ناكل وباش باش نشرب كيفاش نصرف على مرتي كيفاش نصرف على امي وبابا فما الديوانيه زيد كيفي في دار الكلام.